الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء. بصراحة حتى قياس الضغط كان ممتاز بصراحة. يعني من 14 سنة أول مرة كنت موجود في المدينة المنورة، فكنت بتعامل معاه لأن أنا مريض ضغط، فكان وجودي في المدينة المنورة الضغط ظبط، فكنت بروح أقيس دايما في النهدي. سعيد الحظ بقى اللي كسب التابلت معانا 4571. طب نسقف له يا جماعه، نسقف الفرحه دي ليه اهو. الف مبروك. لا انا عارفها من زمان بصراحه، يعني حتى في مصر يعني لما حد يطلب مني علاج فيقول لي صيدلات النهدي، يعني بس الوقفه من اطباء او استشارات هناك في الصيدلات ممتازين جدا صراحه.